عندما نشرت روسيا طيرانها في سوريا عام 2015 غيرت المعادلة. السيطرة على الأجواء دائما تقريبا تعني السيطرة على الأرض، وبعد البحر وبعد البر وخد سرت الجفرة. صراع دولي محتدم على أجواء ليبيا، الأنظار تتجه إلى F-16 التركية، لكن هناك أيضا الميج والسخوي الروسية والرفال الفرنسية والمصرية وطيران المجهول أيضا، فإنها أجواء صاخبة. أنقرة كانت غيرت المعادلة بنشر مسيراتها، خصوصا الطائرة بايركتار. فليبيا هذه الأيام تعيش هدوء ما قبل العاصفة، تعزيزات عسكرية ضخمة، العيون على سرت، لكن على ما يبدو المعركة الحقيقية في الأجواء. يسود حديث فيما يتعلق بالمسار العسكري في ليبيا بأن تركيا زودت حكومة الوفاق في طرابلس بطائرات المقاتلة F-16 الأمريكية الشهيرة، فهي قد تغير ميزان القوى في الأجواء الليبية من جديد. لكن في المقابل تحدثت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا عن إرسال روسيا 14 طائرة متراز ميج 29 وسخوي 24 إلى شرق ليبيا لتنضم إلى قوات الجيش الوطني الليبي. المقاتلتان الرشيقتان قد تغيران ميزان القوى أيضا. الأجواء إذن صاخبة، فتحوم أيضا المقاتلة الفرنسية ذائعة الصيت، إنها رافال، تمتلكها القاهرة وباريس ولها كلمة في حديث الأجواء المشتعلة، خصوصا فوق الهلال النفطي الغني وفي ظل خطوط مصر الحمر في الجار الغربي ليبيا. مع هذا الازدحام هناك أيضا طيران مجهول الهوية حتى الآن على الأقل، استهدفت هذه الطائرات قاعدة الوطية ودمرت منظومات صواريخ تركية متطورة، يبدو أن لها كلمة في صراع الأجواء القائم أيضا. حشد مكثف برا بحرا وجوا أيضا في ليبيا كما هو واضح، طبول الحرب تقرع من هنا وهناك، يبدو أن صداها يصل إلى السماء، فكما قلنا العيون على سرت، لكن المعركة الحقيقية في الأجواء.